الحمد لله كما شفت المباراه يعني ما كانت سهله. القتاله ديال الدراري يعني الحمد لله تاتنا في الزميطه، حاولنا نركزوا على الشوط الثاني الحمد لله اللي تاتينا فيه الهدف التعادل، وكنا كنحاولوا يعني نجيبوا الهدف الثاني ان شاء الله وما كسبش. انا بصراحه الطموح ديالنا باغي يعني من تيامين صوفي ان شاء الله، لان ما كنفكروا لا نتكلاصوا وحنا كنفكروا صوفي وفرقه الحمد لله دراري عائله وحده، كنتقاتلوا على النقيطات الحمد لله نصوبيو، ولا كان شي حاجه من الخير منا لقدام ان شاء الله مرحبا. هو بصراحه تاثر شويه ولكن ما كنفكروش حنا بهذا الشيء، هذا ما كنبغيوش ندخلوه لدماغنا. الحمد لله كنتقاتلوا مع الفرقه ونتنينوا فيما كان الحمد لله، ولكن كنكونوا في التيران تنكونوا رجال. مباراه من الوداد عشان هي راه غتكون بواحد الريجيم اخر ان شاء الله، و تتلحق ان شاء الله ونفكروا فيها ان شاء الله. الحمد لله المباراه كانت مباراه قويه، حنا عرفنا غنلعبوا ضد واحد الخصم اللي توا باقي تيقلب وباقي تيجمع، باغي يجمع لي بوا ديالو باش يبعد من المراتب الاخيره. الحمد لله وخاص سجل علينا الهدف الحمد لله بقينا مركزين. دخلنا للشوط الثاني الحمد لله سجلنا الهدف التعادل الحمد لله، من بعد واحد السلسله ديال النتائج ايجابيه الحمد لله. نقطه من اكادير الحمد لله غتكون ايجابيه اللي تخلي واحد المونتيفاسيون عندنا نشتغلوا مزيان المقابله ديال الوداد البيضاوي. شوف دابا الفرق ولاو كلشي بحال بحال، مابقاش الوداد ولا الرجاء ولا لي فار، الحمد لله غنوزوا المقابله ديال الوداد البيضاوي كجميع المقابلات الحمد لله، غنركزوا ان شاء الله على المقابله ديال الوداد البيضاوي ان شاء الله اللي غادي ناخذوا فيها ان بوان ناخذوا فيها تروا بوان ان شاء الله اللي تخلينا نشتغلوا ونزيدوا المزيد من التالق ان شاء الله. لاعبين كاملين الحمد لله قدموا واحد الاداء اللي هو جيد، والخدمه ديال الدراري بانت خدمه ديال الطاقم التقني والمدرب عبو. نقطه خارج الميدان رباح لينا الحمد لله، كنشكروا كاع الدراري، كنشكروا الخدمه ديال الكوتش وشكرا.